الأرض من على الواقع. كلنا بلا استثناء عايشنا فترة زمنية عانينا فيها من التثبيت على الطرق وعدم وجود أي مصدر لمصادر الدخل وانفلات الأمن وضياعه وانهيار الاقتصاد المصري. كنا بنقف على طوابير البنزين عشان نمول السيارات أو ناخد أنبوبة أو اسطوانة غاز وصلت أيامها 90 و100 جنيه، وكنا بنقف على رغيف العيش ويقول لك روح لفلان بيه عشان ب5 جنيه. في ظل هذه الظروف حين تارس تركة مثقلة بكل أنواع الديون وكل أنواع الهموم وكل أنواع الفقر ثم تعيد بناء هذا الوطن، فأنت رجل تستحق التحية. اثنين، شاهدنا بموضوعية جد شديد أن هناك بنية أساسية تحتية بل وفوقية لم تحدث في تاريخ مصر. تندروا علينا في وسط الشكر ده لازم أشكر الصحفيين، وإلا أي حد مش هيذكر الصحفيين هتبقى شورت سودة فيه. لازم أشكر السادة الصحفيين اللي بينقلوا كل الكلام ده. تندروا علينا لما بدأنا نستورد طيران الرافال، ملايين وقال لك ملايين مضر، ورجعوا تندروا علينا تاني لما جبنا الغواصات الألمانية، وتندروا علينا تالت لما استوردنا المسيرات الهوائية وكذلك الدبابات الأعلى من المركبة. ثم بعد ذلك ظهرت القوى المصرية في بيت الوطنية المصرية في جيش مصر الباسل حين سئل قبل حرب غزة أحد الجنرالات من هو أقوى جيش في المنطقة الآن؟ قال مصر. ومن قبلها قال أحدهم أن لدي في الكفرة وزير استطلاعات تستطيع أن تصل إلى النملة في جوف البحر الأبيض المتوسط. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال سرت والجوفرة خط أحمر ساعة وربع أو تحديدا تلت ساعة كان الطيران الرافال بيدوم جهازه في خلال 20-25 دقيقة، وتنظر الشعب المصري مرة أخرى حين قال بالرافال والبنين. إذا أضحى لدينا جيش قوي يستعد لحماية الوطن، قال عنه السيد الرئيس وقالت العقيدة القتالية لقواتنا المسلحة المصرية أنه جيش يدافع ولا يعتدي، جيش يؤمن ولا يعتدي، أن السلام لدينا خط استراتيجي آمنا به قولا وفعلا. إنما لم يستطيع أحد أن يهدد مصر لا برا ولا جوا ولا بحرا، وأننا فداء هذا الوطن نموت وتحيا أرضنا ويحيا شعبنا. رجل بمثل هذه المواصفات لقد ساعدنا السيد الرئيس، ساعدنا هو الذي ساعدنا بما اتخذه من إجراءات وموقف يتمثل في الحفاظ على الثوابت المصرية من أجل القضية العربية، ساعدنا بأن تزداد هذه الشعبية وننسى المتشددون الذين كانوا يتحدثون عن غلاء الأسعار، على الرغم أن غلاء الأسعار متواجد في كافة دول العالم. أيها السادة، 3 سنوات تعطر فيها المال والأحمال في العالم كله، 2 سنين بسبب جائحة كوفيد-19 فيروس اللعين كورونا، 2 سنين ما فيش شغل، والسنة مفكة ثالثا بسبب التداعيات الكئيبة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذلك رغم أن العالم متعطل إلا أنهم شهدوا أن مصر لم تتوقف،
تبني جمهوريتها الجديدة، تبني عاصمتها الإدارية الجديدة. بالأمس كانت هناك مكتوبة كبيرة، وكان هناك حرس سياسي مصدر لقلبي المهندس فوزي الرفاعي، فعاتبني أحد القيادات إن أنا بقول أنه قد تخلى عنا بعض الحرفاء الإقليميين أو المؤيدين الإقليميين. لا، أنا لا أستحي أن أقول ذلك. إحنا وقفنا لوحدنا. وقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرفوع الهامة والقامة محافظا على الثوابت، ثوابت القضية الفلسطينية، فقال لن يمر أي عالم من بعد الرفع إلا بعد إدخال المعونات للمهمشين والمحتاجين والضعفاء والفقراء من أغذية واحتياجات إنسانية داخل القطاع، قطاع غزة، وكذلك القطاع حتى الغربية. ظل هذا الرجل محافظا على تلك الثوابت منذ توليه السلطة وحتى الآن، لم يتزحزح عنه، ولم تتزحزح عقيدة القوات المسلحة المصرية، ولا الشعب المصري، ولا قياداتنا، ولا القيادات الموجودة عن ثوابت هذه الأمة. علينا كثيرا. وحاول الأخطر بقى المعادلة الصعبة، وانا دلوقتي كويس قوي ان انا بكلم القيادات، لان كل الموجودين قدام القيادات عايزين يصوروا قدام الرافع، كل اللي موجودين قدامي قيادات. لما تقصد شويه فرقعه على حدود المعبر، شويه جايه من الجنوب وشويه جايه من الشمال، من اجل جر مصر الى حروب شنعاء لا ناقه لنا فيها ولا جنب. ايها الساده، منذ عام 48 خضنا خمس حروب تهدمت فيها بنيتنا الأساسية، وتصدرنا كافة الدول المدافعة عن الحقوق العربية. فقدنا بنيتنا الأساسية، واليوم حين نستعيد مرضاتنا ونبني بلدنا ويبدأ الخير يجي لأولادنا ونبدأ نبص لمستقبلنا، عايزين يجرونا لحروب تانية عشان نخسر فيه اللي احنا عملناه، ونفضل نجري ورا المخططات الاجنبيه نضيع فيها مكتسبات شعب ومكتسبات بلد، قاعد طول عمرها تحارب والباقيين يعملوا اعياد ميلاد القطط والكلاب. احيا مصر، احيا مصر. إذا فرضت الحرب علينا فلن نتأخر، إنما أنا لن أبرر إلى حرب. كان الرئيس حسني مبارك عليه رحمة الله في هذا المضمار حكيما، وظهر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمة أعلى وأكثر حين لم تجر أقدامنا إلى هذا المنزلق. عشنا مع بعض كلنا في أقاليمنا. يشهد على الكلام ده فترات طويلة أبونا موسى لما رحنا الكنيسة في فترات عصيبة ومعادلة. يشهد على ذلك مسجد سيدي فاتح المسجد الجامع، اتبعنا كلنا وشباب واقف بيصور، كان بيحمي الشوارع من الصحفيين اللي واقفين دول، شباب بيصور كان مقاومة شعبية وبيحمي الشوارع. احنا هنسمح لنفسنا ان احنا نعود تاني الى مربع الفوضى، فوضى الخناقة، والمصلحة مين؟ الحريص على مستقبل مصر ومستقبل الأجيال القادمة ومستقبل عياله هو أن يكون هذا الرجل ممتدا لتحقيق وإتمام وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تعد من قبيل الإعجازات للإنجازات التي تحققت في سنوات عشر لم تتحقق في خلال 90-100 سنة. أصبح إعادة انتخاب السيد الرئيس عين القيادة السياسية على هنا. احنا حاليا دلوقتي متشافين مش على مستوى كفر الشيخ او البرومبوس، احنا متشافين على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى العالم. انا عايز استمتع قالوا لي ان الدكتور ياسر وان الدكتور اسلام وان الدكتور ايمان والاستاذ محمد المعداوي مش عايزين يتكلموا. ليه مش عايزين يتكلموا؟ ليه
طيب هنفوت بقى النائبة. طب هنسمع معاكم وأنا مستمتع لهذا الحديث، وبعد كده هختم معاكم بكلمة موجزة فيها ثلاث نقاط مش هنقوله بقى لما نسمع سيادة النائبة المتميزة اللي هي فخر لنا النائبة أيام الأطفال. مرحبا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحمد لله رب العالمين، واحد بلا عدد وقائم بلا عمد ودائم بلا أمد، لا يشغله شاغل ولا ينقص من عطائه نائل. يعني الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يعني حابة أن أنا النهاردة أنا مش هتكلم باسمي إطلاق ولا بصفتي. النهاردة أنا موجودة كعضو الحملة الرسمية للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي، فحابة في البداية يعني حابة في البداية إن أنا أشكر يعني الفريق جلال هريدي على تحركه داخل جميع محافظات الجمهورية عن حزب حماية وطن، تحرك ملموس يعني ورائع داخل محافظات الجمهورية. يعني القائد المفوه اللبق اللي عهدناه رجل وطني حقيقي من الطراز الأول، السيد المستشار محمد الأجرود، يعني شكرا ان احنا في ضيافة حضراتكم النهاردة. يعني العزيز جدا جدا السياسي المحنك يعني السيد المهندس فوزي الرفاعي، يعني المنصة الكريمة كل باسم وصفته. احنا موجودين النهاردة علشان حضراتكم اهلنا داخل مركز بلطيم والبرولوس وكل شبر داخل محافظة كفر الشيخ. كان لزاما علينا ان احنا نكون موجودين مع حضراتكم النهاردة، وامس كنا موجودين في قليل، وغيرنا كمان على مستوى الجمهورية اعضاء الحملة الرسمية للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي موجودين داخل كل شبر على ارض مصر علشان يعني نوصل بعض الرسائل البسيطة جدا اللي اعتقد ان هي هتكون مهمة لينا جميعا. احنا مش جايين برسائل من الخيال، احنا جايين برسائل من الواقع اتحققت بالفعل، ومحتاجين ان احنا يعني نكمل او نستكمل هذه الرسائل. لما كان ابونا بيرسل في حديثه ان هو كان اللافتات اللي موجودة كان فيه يعني كلمة منها كانت مهمة جدا، كان برضو حضراتكم أجدتوا في هذه اللافتات وكتبتوا إن وجود السيد الرئيس في هذه المرحلة ضرورة حتمية. ليه هي ضرورة حتمية؟ يعني محتاجة إن حضراتكم بس تركزوا معايا في بعض النقاط وهسيبكم على طول. طيب ليه كان ضرورة حتمية؟ حاليا إحنا بنستكمل مسيرة رجل ذكر جميع فئات المجتمع في حديثه. لما بيجي يتكلم مش بيتكلم عن فئة دون أخرى أو بيقعد مع فئة دون أخرى، بنلاقي سيادته هو بيجلس مع الفلاحين، مش بس بيجلس مع الفلاحين، هو بيطلع عليهم حزمة من القرارات زي إلغاء مثلاً الغرامات من البنك الزراعي. بنلاقي إن هو ما أغفلش إطلاقاً دورنا كسيدات وشابات، ك 48 مليون نسمة من السيدات موجودين على أرض جمهورية مصر العربية، ولقينا حالياً إن السيدات موجودين في مواقع قيادية وأخذوا قدرهم. لما لقي إن هم في الغرفتين النيابيتين النواب والشيوخ بنسب تفوق كل النسب اللي كانت موجودة على مستوى الجمهورية، 27% نواب يعني 14% و 13% شيوخ. لما أجي ألاقي إن هو بيتكلم عن ذوي الإعاقة وبيخصص لهم عام بإجراءات بتحصل على أرض الواقع فعلاً وقوانين بتسن من المجلس لصالح ذوي الإعاقة، لما لقي إن الشباب اللي يعني بتشرف إني بمثلهم مش أنا لوحدي، أنا وآلاف من الشباب اللي كنا موجودين لولا فضل الله ووجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض جمهورية مصر العربية، محدش كان هيعرف إيه هي قدراتنا ولا إيه هي مهاراتنا. بنشوف دلوقتي كل الشباب اللي موجود على أرض جمهورية مصر العربية مفتوح له باب التطوع إن هو يتطوع داخل حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على أرض مصر. بنلاقي إن في شباب اتمكن، إحنا شبه بعض،
فبنلاقي في الأخير إن الشباب اللي تم تمكينه سواء في مواقع نواب محافظين أو نواب في المجالس أو 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 حاجات كتيرة جدا جدا أو في السلطة القضائية، إن إحنا نشوف قاضيات لأول مرة واقفين في مشهد تاريخي أمام السيد رئيس الجمهورية، أعتقد بعد المشاهد دي إحنا مهم إن إحنا نتفكر وعقلنا يكون واعي إن إحنا لما